بعض الناس في قريتنا يصر على إضافة عبارة أو كلمة سيدنا في الأذان، فيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بدلا من أشهد أن محمد رسول الله، فهل هذا جائز في الأذان بالذات مع أنني نصحتهم كثيرا إذ أن هذا لا يجوز؟ فالأذان توقيفي، نرجو أن تتفضلوا بمعرفة الحق وتعريفه للناس في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. الأمر كما تفضل السائل هذا بدعة، لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم لأمته الأذان بهذه الألفاظ المحددة الواضحة التي تناقلوها جيلا بعد جيل وتدارسوها ولله الحمد، فمن أدخل فيها شيئا زائدا فإنه مبتدع. إدخال سيدنا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه بدعة. لفظ سيدنا بهذا الموطن هذه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لأصحابه ولم يأمر بها. نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك، وهو سيد ولد آدم، ولكن العبادات التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها وعمل بها المسلمون جيلا بعد جيل لا يجوز تغييرها والزيادة عليها أو النقص منها باستحسانات الناس أو رغبات الناس، هذا من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.